بعتذر من سيارتي وهي صفة ضربت سيارتك. مو معقولين تبع المرور يا رجل، معقول يحطوا هون على تقاطع إشارة مرور تخلي شاب بياخد العقل مثلك يوقف غصب عنه ويضرب سيارتي؟ عجبك شو فهمني؟ سيدي الحمد لله على سلامتك، تضرب الإشارات وساعتها صفلي على الأمين أشوف ما بدنا نعطي السيارة. الشباب انا موظفة على قد حالي، يعني ما بحسن صلح له، اذا فيك انت تصلح لي بيكون كتر خيرك. اسف. لا 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 تعتذر، انا ما بحب الشاب المهيوب يعتذر ابدا. على شو لا تعتذر؟ اكيد مو بقصدك ضربتني. مو فعلا مو بقصدك. بعرف يا قطة. قطة؟ ايه قطة. ونحن صرنا رفقات اساسا. بيقول لك المثل لا تاخذ رفيق الا من بعد خطه. ودي السيارة على الوكالة وأنا جاهز. ماشي، وشكرا إنك دركتني وخليتنا نتعرف على بعض. سجلي رقم المستقبل السيارة خبري. أوكي، رح جيب الموبايل من السيارة. يا قطة؟ أنا قطة؟ لا مشروع بنتي. كان ضابط سابق. يا ترى شو عاملين فيك لحتى صرت هيك يا ابو نبال؟ بدون ما اشوفك حسك بتشبهني. تمرين عليك مثل ما بيتامروا علي هلا، ولا شو جبرك تصير خارج عن القانون مو سألان عن حدا؟ اخ الحق علي، لازم كنت فتت على الفيلا وجبتك بلا قانون ولا بطيخ. بس شو بدي احترم الاوامر. فضل بعض النتيجة. اقعد ببيتك. ألو. مرحبا يا قطة. مين معي؟ لا هيك بزعل منك، في حدا بيقول لك يا قطة غيري؟ عفوا مين معي؟ يا سيدي إذا ما طلعت من موت شوفت الحال رح سكر. طيب مين معي؟ ما بدي أفهم. أنت بتعرف مين معك بس عم تعمل بوزات. شوف رح عدلي ثلاثة، إذا ما رحبت بطريقة تليق فيه ما عاد أقول لك أبدا وعواضي على الله. واحد اثنين. ايه عرفت عرفت عرفت، انت تبع السيارة مو تبع السيارة. بشرفك بشرفك، في شاب ظريف وجنتلمان بيقول لصبية تبع السيارة. لا انا ما قصد شيء. ها هيك اعتذر لشوف تنازل وصير مثلنا يا ملاك. قال لا تاخذيني بالعبطال. قديش كلفت السيارة؟ مو محرزة 21,000 ليرة بس، غيرنا لك الطبون الوراني. غيرتي للسيارة قصدك؟ مرق لنا اياها، مرق لنا لك بشوي ابو الشباب. طيب المبلغ جاهز؟ يبدو ما بدك، انا حاضر. قل لك شغله، صحيح عامل لي فيها مهيوب وشايف حالك، بس انت حدا ظريف. شكرا. شكرا؟ مصر يعني تعمل فيها معلم؟ لك لا لا بس يعني القصه مو هيك. تعال اقول لك، امتى بتعزمني على قهوه؟ اعزمك؟ امتى ما بدك. انت وين هلا؟ انا بالبيت. وين ساكن؟ بآخر الدنيا ليكون؟ لا 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 قريب، أنا هون قريب من البلد. طيب شو رأيك تلبس ثيابك ونشوف بعض بعد شي ساعة ونص من هلا؟ ممكن. أوكي بس لبست ثيابي برجع بحكي معك لنشوف وين بدنا نلتقى. طيب أنا ناطرك. سلام يا قطة. سلام.
بنتي يا انا رب والله لا لعن ابوك، بس خليني اطلع من الجو شوي. رجع لك وحياة امك رجع لك. أنا بحياتي مخبيت عنك شيء، طول عمري إلا كل شيء بيصير معك. إيه؟ ليش هيك عم تطلع؟ مو قلت لك بصراحة قديش كلفت السيارة؟ ما قدرت أخبي عنك. شو بك رؤوف؟ ليش هيك مزاجك انقلب فجأة؟ أنا ضابط مخابرات. مخابرات؟ سيدي شغل معي. بقول لك انا ضابط مخابرات. مخابرات مخربات؟ انا ما بفهم. بدك تدفع تكلفة تصليح السيارة وانت عم تضحك وتلعب. شبك حاجة ضحك ومسخرة، احكي معي مثل العالم. وطلع خلقك كمان وعم بتخانق؟ ما بيكفي طلعت عم تشتغل شغل عيب؟ عيب؟ قومي من السيارة يلا. نعم؟ قومي انزلي من السيارة عمو. شو بخير؟ انزلي من السيارة. لعن أبوك بنت الكلب. ناصر تعال عندي على البيت فورا. حاضر سيدي. بيصير معي هيك، وإذا مفكر كل الناس عساكر عندك بتكون غلطان. روح تعالج بشي ما صح لأنك ولد. فشرت. أنا مبسوط كتير بهاللحظة، مو مستعد أخسر حالتي. ضلي سبي من هلأ للصباح، ما رح اتضايق منك. بس خلصت شغلي بدي شوفك غصب عنك.
غصب عني. ما في شيء اسمه غصب عني حتى لو كنت ضابط مخابرات. تاني شيء بدك تعتذر كتير لحتى انسى الإهانة اللي وجهت لي إياها، وبدك تبوس إيدي لحتى أرضى، وراح ضحي بأجرة تصليح السيارة. طز فيك وبمصاريك. جيبوا ما يفعلون لي أهو بقى، خلصوني. أول ما بشوفك رح بوس إيدك، بس لا تجيبي سيرة اللي صار. بدي أحتفل إني صالحتك، خلص شغلي وبحكي معك. شو قرر يتنازل القطة؟ معلم لسه مطولين؟ يعني بدنا شي ساعة. ساعة كتير. الله يخليك، بدنا نخلص بسرعة، عندي شغل. يا دكتورة من دقيقتين قلتي لي ما عندك شيء، شو صار؟ انشغلت فجأة، في مشكلة؟ لا لا ست راسي، لكن عم نشتغل. شو وقفت عيني؟ شكرا. يلا تكرم عيونك ست راسي. ايه تمام طبيعي، تمام الامور بخير. خليها تجي ما في مشكلة. انا عندي بعمل لك التحاليل. ممتاز. تسأل عني؟ ما في مشكلة. شافوا الدكتور معاذ قبل ما يلا باي. شافوا عليك مستقبل اسمه جارحي. مساء الخير. مساء النور. انا المقدم رؤوف من المدام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تحياتي. اهلا وسهلا. من شهرين دخل احد اصدقائي على المستشفى وكان في طبيبه رائعه بانسانيتها وجمال روحها، كانت مشرفه على علاجه وكانت السبب بشفائه. بحتاج اسم الدكتوره سوزان، موجوده لو سمحت؟ ايه طبعا موجوده، ولاجل الحظ مناوبتها اليوم بالليل. بعرفك على الدكتوره سوزان. اوه دكتوره سوزان، شو حد شي طلبتي له رسالة سويته بس لطريقتي؟ اعتذرت منك وبست ايدك وطلبت السماح، ولا انا غلطان؟ وبخبزك سويت كل هالشي وبينت انسان نبيل وجنتلمان. شوفي كل واحد بيساوي الطريقة اللي بتناسب مكانته. مع ان اللي عملته اليوم في احتيال، بس حركة ذكية. انا بحب الاذكياء. معناها قبل ما تكمل، اللي صار اليوم ما رح يتكرر، وغطرستك وانت عم تتعامل معي بتبطلها. يا إما ما رح نلتقى بعد اليوم، يعني ما رح تشوفني أبداً، وهي أقصى عقوبة فيني عقبك ياها. تعجبني ثقتك بنفسك. تعجبني ثقتي أكثر إذا احترمتها. اللي مثلك فيني ما عدرو.